هيك مو باش يكون الأنظف. السؤال رقم واحد. كان عندنا نقاش مهم رفيق قبل الفاصل. ما نجمش نغامر بيك في المباشر. لا والله نحكي تعرف شنو تحكي عليه بعد. نحكيو على معناها زياد عنده بول دو غريس معناها عمل عليها اوبيراسيون كصغرونا وحسيته تعب برشا. قلت نحكي لحاتم قلت له والله احنا نساء ساعات يصير علينا اكثر من هكا وانا ساعات جاتني ايامات نبدا مريضه بالحق باش نموت وما نرقدش في الليل. شوف ماك ما جيتش تخدم نهارتها لا 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 والله بالحق نحكي بجد بالحق. المراه عندها طاقه تحمل وقوه اكثر برشا من الراجل. انا كي جي با بوزوا بشوف زياد كي نشوف المراه اش تعمل في الدار ونحاول نستخيل اني بعد 8 سوايع خدمه ننظف ونطيب ونقري صغار وهذاك بالنسبه لي حاجه من نجم جدا كل مرأة. دونك حاجه عند المرأة سبحان الله قوه تحمل اكثر يبدا كيف كنت نجم تعاون. سيفري سيفري نجم يعاون لما لوزمون فما نسبه كبيره من الرجال ما تعاونش الناس البدوي مثالا. السؤال السؤال رقم واحد. اكمل القوله اكمل بيت الشعر لمحمود درويش سهل ياسر بالمنطق. الحب هو أن تجد ألف سبب للرحيل فاملأ الفراغ. ناصر فتعتذروا فتعتذروا بولابيا فتقعد فتقعد لا ترحل. محمود درويش قال فتقعد لا ترحل لا ترحل برنس بالعكس فرحل فرحل هاجر هاجر سندريلا فحافظ عليه فحافظ عليه فتبقى معناها للأمانة توكي تقولي فحافظ عليه. الحب هو أن تجد ألف سبب للرحيل. هو قاعد يعرف الحب يقول لك الحب معناها تلقى ألف سبب متعرك ومشاكل أنك تمشي وتهج فتبقى لا تغادر. جواب صحيح حاتم بالحاج حاتم بولا بيار. الحب هو أن تجد ألف سبب للرحيل فتبقى تبدأ برشا عرك ومشاكل وتبيع مش راكبة لما نحبه هاني قاعد. دونك لامور سي ريزون محمود درويش وملك الحب انت والرومانسية ونشوف ستاتوياته يدي روميو أدوليسون في سالجو والله أدوليسون في سالجو فرحان راهو كل دقيقة يحكي على الحب ويعرف يتسمى أدوليسون ويعطيك يعطيك البيت الشعر ويعطيك النقيض نتاعه ويعطيك وديما الموزيكا نتاع كاجو داسا وليتي انديا والأجواء هذاكم رومانسي واحد في إيبوك واحد في إيبوك. السؤال رقم اثنين. قداش عمر أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم؟ هو ياباني اسمه كازيوشي ميورا معروف في بلاده بلقب الملك كازو. قداش عمره هو أكبر لاعب كرة قدم في التاريخ؟ معناه مازال عايش عايش ويلعب. ناصر 55 54 55 حاتم 63 برنس 62 يا معلم. خمسة وخمسين الأقرب 57 سنة. ناصر البدوي جواب صحيح. بدأ مسيرته الاحترافية في البرازيل في الثمانينات لعب في سانتوس في بالميراس كورينتيا زيدا بعد لعب في جنوى الإيطالي وبعد استقر به الحال في يوكوهاما الياباني وعمره 57 سنة ومازال يمركي ويلعب. السؤال الموالي. نديدي نديدك وي مالوروزمون نديدك ومش مالوروزمون زاد نديدك مالوروزمون كبر مني انا برشا ومازال يلعب وما يكبروش راهو غاديك تلقاه عمره 70 سنه ووجهه مشحوط يبدا ما شاء الله عليه تقول عمره 30. ثم انواع مثلا نتاع امراض ماهيش موجوده في اليابان وفي الصين يحاولوا لتو حتى نحكي كنهار مع طبيب يقول لك مربوطه اكيد بالنظام الغذائي نتاعهم ولكن يحاولوا يلوجوا شنية الى حد الان ما فهموش ولكن زيرو كارا ونحكي لك فما لو فيلاج دي سونتينير معروف غاديك قالك فما آلق يأكلوها من لا الحر. ويرقدوا بكري زادا عندهم النوم بكري. باه صديقتنا ملكة تقول أنا راجلي أكيك معناها حكاية ألف عذر باش تمشي ولكن يذولي قلبها معبي ملكة على راجلها وربي دوما لعشرة سلموا عليها. هاي السؤال الموالي السؤال الموالي. جزمز هي أكلة سورية مشهورة ناكلوها احنا في تونس ونحبوها تونسية. الجزمز ما نعرفش اصولها الحقيقه اما هي اكله موجوده عندنا في تونس اكيد تنجم تكون تونسيه. هي اكله سوريه مشهوره شنو نسميوها احنا في تونس وناكلوها ونحبوها بكي عفان ده وزن المرمز. المرمز على وزن جزمز. شكشوكه شكشوكه بولابيار خمت في المرمز. مرمز حاتم بالحاج
ظهر لي مرقة البتنجيل ولا حاجة كده. مرقة بتنجيل سندريلا. جلبانه ما نعرفش الجلبانه اش قلت ناصر شكشوكه نعتبرك الاقرب لانها العجه جواب صحيح ناصر البودو ليه ناصر في فورمه لا يميت برافو الجواب صحيح ناصر البدوي البارح توفى الممثل المصري حسن يوسف من أهم أعماله اللي تشهرت الأخيرة بعد الكبر في العمر وكان بطل كل الأفلام والبطل الثاني مسلسل أفلام عبد الحليم وغيره الواد الشقي ولا في مصر وبعد عمل مسلسل إمام الدعاة واحد من آخر الأعمال اللي نجحت له ونجحت على المستوى الوطني في مصر عندهم وعلى المستوى العربي مسلسل هذا يحكي قصة حياة من إمام الدعاة ناصر يظهر يحكي على على فلسطين وعلى على فلسطين يحكي حاتم بولابيار حسن البنا يمكن حسن البنا يحكي عن الرسول عليه الصلاة والسلام معناه ما هو جسد صورة الرسول شخصية الرسول ايه بس حياة الرسول حياة الرسول هو مثل الرسول معناه عليه الصلاة والسلام وجهه فلوتي مسلسل كامل لا ما كان رسول في الأفلام سي رفيق كان جيت تتبع في الأفلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما يوريوش بالكل اي دونك هو كيفاش مثل ما وريوش هو بالاسم هو استعملوا له اسمه تسمع الصوت وتسمع كل شيء ولا ترى الصورة ولا ترى دونك هو شنو وريوله صوتك هو اوديو معناه اي حات الإمام الغزالي الإمام الغزالي النقطة باش تجي دونك عند سندريلا فقط وميمة متلوي الشعراوي متولي مش متلوي متلوي الشيخ متولي الشعراوي ريت الثقة في النفس المفرطة زعما تغزر لكم هكا كلي متاعش بيكم هكا استسهلت هذه الجوة اللي يضيع كل حاجة يا راس راس سألتني قالت لي تعرفها باش نجاوب بسم الله خاطره ولا كيكة معايا الشيخ محمد متولي الشعراوي كان مسلسل جميل إمام الدعاة عنوانه وبطله كان حسن يوسف حتى جنيريك متاعه ومحلاه المسلسل أمين أمين يا رب العالمين أي السؤال الموالي شكون يحكي اللي شخر البارح وشنو قلت قبيله انت حدوس ولا هكا انا باش نقول انديس قلت اندوس اعترف السؤال انديس صغير معناها تربزوا به ما فقتوش الفازه انتم تو لا تو انا قلت البارح باش نقول قبيله باش نقول انديس قلت اندوس وانا نحكي باش نقول اعترف قلت اعتفر ربي دونك يبدو انه الحلقه طويله شويه على الفورمه الموجوده هلو نكملوا الاربع دقائق على خير نسلموا على الناس اللي تسمع فينا برشا يتغشوا كيما نسميوهمش اصحابنا على اليوتيوب سميهم ما شاء الله هما معناها دونك نسلموا عليهم مريم سلوى ذي ماريلين لميا كيليان مبابي سلوى كيليان طبعا يسرى عندنا هالاند اللي يسمع عندنا اجوان تشامبيونز ليغ كل تسمع فينا يلا نمشيو للسؤال موالي الخامس السؤال أزل موالي ريفليكسيون يس هذه نحب حب الحاج النتيجة متاع عملية حسابية النتيجة متاع الدوبل متاع التريبل متاع نص الستة الدوبل متاع التريبل 18 حاتم بالحاج 18 كيفاش هذايا بربي لحظة الدوبل كنت تبدا مرشاريال نص الستة ثلاثة التريبل تسعة الدوبل 18 جواب صحيح حاتم بالحاج برافو حاتم وي برنس اسهل منها ما فماش انت عملت تروز ايتاب فيهم ستة فيهم ثلاثة ستة في ثلاثة 18 لا تخمين لا حتى جاي يا ودي تعرف هذا يبدا يحلل وبعد تعطيه راني يطيح حد في زوجي جاوب وقتها السؤال الموالي هميمة في ساعة في ثلاثة ثواني طفل عنده 16 عصفور ماتوا الكل كان 10 قداش قعدوا له طفل عنده 16 عصفور ماتوا الكل كان 10 قداش يقعدوا له 6 قعد له حد شيء برنس الكل ماتوا 10 10 يا ودي توفوا الكل قلت لك ماتوا الكل كان 10 قدرت دونك قعدوا له 10 بدي بها قلت لك ماتوا الكل كان 10 دونك قعدوا له 10 عطيتك الجواب اخرجوا ميمة قتلش قتل يا ستة الجواب صحيح حاتم بالحاج حاتم بولابيار 10 هو الجواب الصحيح ليه عالشين هما قالوا الكل ليه حاج قال صفر ليه قلت حاتم قال 10 حاتم قال 10 حاتم قال 10 تلهي في أخلاتك السؤال الموالي
السؤال الموالي، نشوف لكم حاجه اخرى هكا نتاع ريفليكسيون. ماذا بيا هكا نتاع ريفليكسيون، خلينا نزيد تبدا بومي نزيد نرفز قاعده تنرفز هي تورا نعرفها خاطر نحبهم هذوما. السؤال الموالي رقم سبعه هميمه، كم عدد يزي عاد بالحق شو يزي كم عدد برك كم عدد في ساعه في عندك ثلاثة ثواني بالجو مش تقعد ورقه وسيله ارقام برشا ارقام. كم عدد افراد عائله تتكون من والدين دو بارون وسته فتيات واخ لكل فتاه؟ ستة فتيات واخ لكل فتاة معناها اثنين سبعة تسعة. جواب صحيح. جواب صحيح تسعة. حاتم بالحاج ما سألناك كيش سندريلا تربح النقطة واحدة ذي حبينا يا أخي خذت نقطة دونك مبروك عليها. السؤال مش أربعة سمعني مش 14 مراورة دلي بالحق مش 14 طب هي وعندها دو بارون قلنا عندها دو بارون وعنده كيفاش لحظة ستة بنات عنده ستة فتيات وأخ لكل فتاة. أخ لكل فتاة سافو دير كوا معناها 6 فوا 2 12 لا بالعكس واللعبة غادي دونك أخ لكل فتاة أخ واحد لأنه خوه هذه باش يكون خو الأخرى باش يكون خو الأخرى باش يكون خو. ميرسي ميرسي يلا قداش السكور شكون الفايز أعطينا النتيجة فيسا. أميمة حاتم وأميمة 3 3 المواجهة والسؤال الأخيرة ما عندك تتفق على زوز زوز ناس البارح ما تنساش اللي عملته معك والله لا والله البارح يا ودي تليفونات الناس تهني فيا يا ودي عيسى حياته البارح. السؤال الفاصل ما بين السندريلا وحاتم بالحاج نحاول نكون منصف بن سعيد في السؤال اللي باش نختاره. الحقيقة الرسالة اللي عندي معناها هي باش تكون لصالح وميمة لصالح ال كون كيما البارح مع الناس اختار واحد فينا وكاو كيما البارح تو شوفوا وين باش يمشي بول حاتم ولا بول ياسر. والله انا فرحت له ناصر الحمد لله يا ربي. السؤال والله قاعد نلوج راهو اي نهر بلاش ريفليكسيون وقتاش 7 مع 7 يساوي 2 يتكلم حد في انا حاله 7 مع 7 يساوي 2 حد ما يتكلم 7 مع 7 يساوي 2 في انا حاله كيولي جمعتي سمباتيك في انا وقت في المونجيلا 7 مع 7 يساوي 2 شقلت حاتم في المونجيلا جواب صحيح التوقيت السبعة متاع الليل انا في الارقام كعبالي السبعة متاع الليل ولا السبعة متاع النهار تزيد السبعة ساعات تعطيك ثانية بعد الزوال ولا ثانية متاع الصباح بعد منتصف الليل. جوابك صحيح الفائز حاتم الحاج يلا سيدي. سلام عليكم من الناس الكل اللي تبعتونا شكرا لبرنس ناصر حاتم السندريلا حاتم بالحاج حاتم بولابيار ناصر البدوي شكرا صديقتنا ريم مخبي في